السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. channel كداوني سيم وليلى أحمد أوفيشال. channel كداكو حسبت هاي سبسكرايب ده لايك شير كومنت وكروح فدك صبحي هذا هوري اللي جوكت أنا داوشة داوني سعد بقى كان مات إلنا يا ما شاء الله إيه وقت قال بروح ضبطنا إيزي سي ما شاء الله هذا كان معنا كومنت ياشي نوا أكيد إن فيديو مسوقين إن شاء الله يكرر النقطة حوجا مش فاهم مش كله إسكتيرو هوا يا لسكي هاي إن كرر النقطة قبلها إن إيسو قرأ كومنت يدو دوا أركي يسدي ليلى ما أركن وإذا يجري فيديو كصدوب وحيرها إن شاء الله وأجبتي أه إسكولاتك إن شاء الله وكم بقنا هاي إن كم بلاك كفروس إذا وأركتيد وحيرها إيسو قرتي كم بقنا إذا وأركتيد إن شاء الله إن إسكولاتك يجريها وحيرها إن شاء الله وأنا لسه وضعي هدو إلى رالك النقضو ما أنت محايس وفرسي هالكان وأن روينا كهلو وحار بينا كهلو سوى وركتين بو قبر ير وما شاء الله إن هدي عنكو قياسو سقالي تمن لباتين مجارين قبر داس كلي إن مجيجي نوا وركتين قبر داس أو تيك توك قبطو أو قبر أفر بلوت اللي كحيستي إن عيال أفر بلوت اللي كحيستي قبر داس أو قبر إن صدوه دي إذا إنك قبر كحيستين إن أربعين نلو ذاقو وحي رأيضو هذا يسون حروا إن عدك دقي ستين سيدكي يعني كان وحي رأيي عن كهلا وحي رأيي إن إذا كان أتكم أنت يكسر ربتان ما دام إقبلها صومالية اللي بعتسين ويوك صومالية أنا أقرأ ورا السنة سو واسح دتك قبيلة عاينة قبيل وحبك مصابين قبيل اللي عاي وقلت قف شخصي وحكيها ليه قف شخصي قوين اللي عم باريو يعني قبيل كدن وحبا قف هنا وكجرو قف في عنا وكجرو قف رالك هنا وكجرو مركا قبيلة دي يلقان دتك هاتا وحين نقدين إن حاجة قبيل كالو بضنو يقابت قبيل ك قبيل يوني قادم أصحابتي شرفت لي يعني هو يوينا يبو حرم مدام هو يا هاي قبر دوا لقو قلو سيدا مغلي سين عود كيدا أفر بلو دي جرتا قبر دي دا قبر ير نواي واد أركتين تيتا لكسور كيدا وصو ساري يعني سيدا دد إني إلا أركين نواي جعل هاي قبر ير لقو قلي قبر وقبر ير أه وقبر دي أفر بلو جرتو لقا قالي حتى الناس كي إني أي سيسوا لو دي دي إلا دقيستا so dibata maahan hooyo 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 dareemi la dibatadeeda waxaan u maleynaa gabadhaas hooyada ayna hooyo qabto ee gabar ay leedahay ee wax walba aad gabadhaan ka goysid gabadhaada laga goynaa xisaabta ku dar qof walba een waxaan ogahay hadda waqtiga lagu jiro een wiil gabar walba wiil ay dhashay een inay wiilkeeda uu xumaan u keeno ma jecelo ayada in xumeeyna ma jecelo marka gabadhaada إلا حماية مجعلت قبر إسلامية إنا حماية ست أي عادي سيم ستوينكا أو يوينكا صوماليات بدن كود مركز صدوه نقدان وويل كود وحودة له وي حمادان مقرانايا وحي حمانايا أي إذا بحاركيسا قبر إيد الشي
ويل إسلامت أي كوكبيسا أي وحطريسا أي وحور بسينسا قوة ويل كذا قوة دو كيرينا وحمينيسا ما قرنا إن هو يوينك الصوماليات بقول كيب تطباتن بقول كيب اللحن وحي أبطين مركي وينادان وحي أولاد الوحدلان إني قوة إسلامت حميان ويل إسلامتنا ويكبايان ما أقان كومنتي إبسو قرى لباتدس وحكينايو يحب كاسكينا ما قررنا مركو واحد لباتة كامي أو هويك سوماليات أي مركي صدح نقدان إنت سو لباتة أمي إنت سو قف أي حمان وقارسينا يعني إلا اللي جيست قبل وحيل هذا gabadha waa arkeen gabar yar ay dhashay ee sadexdeeda ka qaadatay ee wiilka qabay ee markay ka qaadatay way la soo carartay waxay maad guri walaasheed guri walaasheed markay imaaday guri walaasheed looga imaaday ee la soo fakatay waa laga qaadatay gabadh yareed waana lagu qalay waana gabar yar waxa saas yeeleen waa sadexdeed iyo wiilkii ee aniga waxa umaleeyna wiilkiisa inuu yeelay laakiin ma umaleeyneen hooyo wax dhashay inay hooyo kale oo gabar yar oo cunug lagu qalay inay ka qaadanayso xumaato walba haday imaado hadda hooyo hooyo inay dareento waa qasab asxaabta hadii aad ireygay la qabtiin waa inaad kumadii ku soo qortiin boqolkiiba 90 gabdhaha Soomaaliyeed way ila qabaan laakiin aniga waxa la yaabanahay gabadhu way xumaan kartaa ciyaalnimo way qaadi kartaa wax walba xumaan way sameyn kartaa laakiin in ciyaalkeeda laga qaato taas aniga kuma raacsani aad ayna qalad u tahay waana kasoo tahay shalna kasoo hadlay ahayd waa mashquulay maanta kasoo hadlay waqti walba ay noqoto kulli gabadhi hadda weli cunugeedii gacanta kuma hayso gabadheedii waa in loo doodaa oo la dareensiyaa inay gabadha dad leedahay ay ka dhalato Soomaaliyeed oo dad aad iyo aad u fiican dad waxa jira fiisrays waay gabadha yartaa oo saas u qurux badan fiiska ay raadinay samaxay tahay TikTok ay ku jirtaa waa aragtay sawu oynayso markii dambe Soomaali waa taqaana sawirkeedii la keenay hana uu kor halka ka salaamayo gabadhaas hana uu kor dadka waxay dhahaan waa qof xun laakiin ha uu kor waxaan leeyahay raali noqo aniga video mar jirta hana uu kor ka soo sameeyay hana uu kor inay heerkan ay fiicanta u malee jirin hana uu kor waxa ku leeyahay boqortooyo salaan halka ku soo marnaaya walaashay waxa ku leeyahay cafi inay iga raali noqo video waa jiray oo mar ay la dhahay ciyaalay xaday ciyaalsas oo ku qaldamay oo hadal aan dhayla ka hadal xumaan maanta caaya ma dhin waxa ay hooyo wax dhashaa tahay maxaa ciyaalsan wax hadaysa kale eraygaas eraysas u fiifug ma ahan intaana fiirsan channelkii way gali kartaa way arki doontaa marka hadaan ka soo laabtay hana aw kar maxaa keenayo in ciyaal wax dhalay waa gabadh waa ciyaal gabar yar oo lagu qalay in heerkaas la gaarsiiyo laga qaato oo imaano walba social media ku soo oyso oo wax maanta ka hadlaya is jirin hadda waxay noqotay social media gabar walba dhibaatada social media keento taasoo keenayso dadkeedina wax ka qabwaayeen waqtigii hore waxaa la firisan jiray wax la yiraahdo wada hadal waxaa la firisan jiray tolka waxaa la jiray qofka reerkiisa wada fariisanaya hadda waxaa u maleysaa inay cunaha gabadhi garteeda qaaday social media oo Soomaali ay qaadayso waaye wax dhahay mal wax ka hadlaya malahan maanta hadday weynaysa hadday boranays anaa kusoo wacay anaa mashquul anaa saala la leeyahay waagi horen hadday hal qof wacdo adeer wacdo mise abti wacdo mise walaal wacdo horaa laga soo carari jiray garteed islamarkii waa la geli jiray laakiin hadday waxay noqotay gabdhihiina shishimida usoo bataan iyo dhibaato shishimida ay keenaan marka waxaan ilaahay ugu baryayaa gabadhaas inay hooyo maadaama ahay hooyo walbana inay usoo duceyso kumantiga wada duca inay noqoto insha allah ee ilaahay cunugteeda usoo celiyo hooyada sadexda ina xaqa inuu ilaahay tuso wax kala dhahay mal xaqa allah tuso sidee wiilkeeda ula danqatay gabadhaan u weynaysa ay leedahay gabadheeda kama maarmo wallahi gabdho waxaa jira yar yar oo maanta aan ciyaar rabin oo rabin waxay dhalaan is rabin inay koriyaan maanta gabar yar oo dhahaysa cunugeeda inaa korsadaa rabaa waa waxa lagu farxo oo lagu taageero marka waxaa leeyahay hooyooyinka Soomaaliyeed oo sadex ah aniga kulay sadex weli ma gaarin faanteed insha allah aniga wiil waan dhalay laakiin maadaama sadex hadda noqdan wallahi inaan xumeeyo lagama yaabo ilaahay inay ma tuso waxaan rajaynaa sadooyinka inuu ay gabdhaha isla oo ka dheer oo walaashood dhashay inay xumeynin ay soo dhaweystaan hadday xumaatana ay iska dheereeyaan oy dhahaan
meel kale ku dhaqo in xumaatadaas ama reer ay dumiyaan mise ciyaal kale ay korsadaan dhibaatadooda aad iyo aad ay u xun tahay. marka waxaan rabaa asxaabta sharaftan inay soo ducaysaan gabadhaas walaashay ah oo beybida oo yarta u aragteen inuu ilaahay cunugteeda u sahlo insha allah hadduu ilaahay raali ka noqdo. halkan waxaan videoga kusoo duuban usoo fariista waxay tahay gabadhaas xanuunkeeda ayaa isoo fariisiyey inaan ka hadlo iyo xumaatada lagu sameynayo in naas cunug naas nuugeyso. diinta sharci islaamku maba qababa, waad ogtihiin in cunug naas nuuga in laga qaato maba qaba sharci islaamka. marka gabadhaas insha allah waxaan rabnaa inaan garab siino dadka agtaagan oo agjooga u dhowna waxaan rabaa inay garab siiyaan insha allah, ay saacidaan siday cunugeed si walba ay noqoto ay ku heli lahayd hadduu ilaahay raali ka noqdo. marka insha allah inta video baad iska keeno. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.